نظرية ما قدرتش تحدد ايه هي الاشكال الفراغية اللي ممكن يتواجد فيها المركبات، وما قدرتش تبين الخواص الكيميائية لينا. فجت نظرية تانية ترد عليها اسمها نظرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، معكم مستر عمرو مادة الكيمياء. ان شاء الله حبايب قلبي النهاردة هنرد على عيوب نظرية الثمانيات، اللي كانت إن النظرية مش قادرة توضح إيه هي خواص المركبات وإيه هو الشكل الفراغي للمركبات. بيجي النهاردة مع سيادتك نظرية تنافر أزواج الإلكترونات، أو نظرية تنافر أزواج إلكترونات التكافؤ اللي اسمها فيسبر. طيب النظرية دي بالمختصر المفيد بتقول لسيادتك إن المركب التساهمي يتكون من 3 محاور رئيسية، ألا وهما أول حاجة ذرة مركزية A، بعد كده ذرة طرفية برمز لها برمز X، ممكن تبقى واحدة وممكن تبقى 2 وممكن تبقى 3، فبحط لها عدد N، وممكن يحتوي المركب على أزواج حرة. وطبعا في الفيديو اللي فات اتكلمنا، أو الفيديو اللي السابق اتكلمنا عن إن الزوج المرتبط عبارة عن زوج مشترك بين ذرتين، إنما الزوج الحر هو زوج يخص ذرة واحدة فقط. كلام جميل. أنا دلوقتي عايز أحول كل المركبات التساهمية إلى الصيغة العامة اسمها اختصار لويس أو صيغة لويس. يبقى إذا هناخد أمثلة عديدة زي ما سيادتك شايف، إزاي أقدر أحول الأمثلة دي للاختصار ده؟ تعال نشوف هنعملها إزاي. أول مثال معانا بعد إذن سيادتك البي اي اف 2. اولا انا عايز من سيادتك بعد اذنك ترسم لي التوزيع النقطي للمركب ده. جميل، اهو بص يا مستر، التوزيع النقطي بتاعه البي اي مجموعة التانية، والاف مجموعة 7، والاف مجموعة 7، مجموع دول يا مستر 16 الكترون. يبقى اذا الرمز ده او التوزيع النقطي ده هيبقى بي اي، طبعا هنا اف وهنا اف. جميل، دي طبعا عبارة عن زوج من الالكترونات ودي زوج من الالكترونات، يبقى انا اخدت من الستاشر 4، يتفضل لي 12، هوزعهم ازاي؟ بتيجي سيادتك خد بالك ده يعتبر مراجعة على الفيديو الاولاني، بس هنزود حتة بسيطة. طيب دلوقتي انا وزعت 4 من الستاشر، اتفضل لي يا مستر 12، هوزعهم ازاي؟ بتبدأ توزع على الذرات الطرفية لحد ما توصل عددها ل 8. يبقى اذا 1 2 3 4 5 6 7 8، وهنا نفس الكلام 1 2 3 4 5 6 7 8، اصبح كده معايا 16 الكترون وزعتهم توزيع نقطي. طيب انا عايز احول الشكل ده للاختصار ده، هعملها ازاي؟ بص يا مستر، البي مكانها الاي، والاف مكان الاكس، وطبعا عددهم 2. هل ده بتحتوي على اي ازواج حرة؟ لا. طب طالما انت لقيت المركب بتاعك اختصاره اي اكس 2، يبقى اذا ترتيب الذرات بيبقى خطي زي ما سيادتك شايف اهو، وترتيب الأزواج برضو بيكون خطي، والزاوية ما بينهم يا مستر 180، ودي أول حاجة معانا في الجدول أهي. يبقى إذا الاختصار بتاع المركب ده زي ما سيادتك لسه شايف هيبقى AX2، يبقى إذا الاختصار هيكون AX2. طيب ترتيب الذرات يا مستر بيكون خطي، طب ترتيب الأزواج برضو خطي زي ما سيادتك شايف أهو. طيب ده أول مثال معانا، تعال نشوف تاني مثال سريعا علشان تقدر توصل أو سيادتك تحول المركب ده للاختصار ده، يبقى أنت محتاج تعمل التوزيع النقطي الأول. تعال لما نعمل التوزيع النقطي يا مستر، البي مجموعته 3، الإف مجموعته 7 في 3، اجمع دول هيطلع لسيادتك 24 إلكترون. هعملها إزاي يا مستر؟ أهي يا حبيب قلبي، عندي سيادتك البي وهنا اف وهنا اف وهنا اف، قلنا رابطة أحادية رابطة أحادية رابطة أحادية، بعد كده أنا وزعت كده 6 إلكترونات من 24، يتفضل لي 18. هتصرف فيهم إزاي يا مستر؟ هتبدأ توزع إلكترونات على الذرات الطرفية بحيث توصل رقمها ل 8، دي حواليها 1 2 3 4 5 6 7 8، ودي حواليها 1 2 3 4 5 6 7 8،
ودي حواليها 1 2 3 4 5 6 7 8 بالظبط يا حبيب قلبي. دي تعتبر من عيوب نظرية السمانيات لأن حواليها 6. كلام جميل. طب يا مستر دلوقتي أنا عايز أحول الشكل ده للاختصار ده، عندي هنا مكان البي مكان الايه، وعندي 3 اكس اللي هي اكس 3. طب هل دي حواليها اي ازواج حرة؟ لا، يبقى الاختصار اكس 3. وزي ما سيادتك شايف الشكل ده شكل مثلث، الشكل ده شكل مثلث، طيب ومثلث مستوي. يبقى اذا دلوقتي يا مستر انا عايز اكمل بقية المعلومات عن الشكل ده، اختصاره اي اكس 3، والشكل بتاعه المعلومات عن الشكل ده اختصاره AX3، والشكل بتاعه بيكون مثلث مستوي سواء للذرات أو للأزواج، مثلث مستوي. كلام جميل قوي. تعالى يا حبيب قلبي للمثال اللي بعد كده. ألا تعالى، عندي الإس مجموعته الستة والأو مجموعته الستة، في 2 يبقى إذن 12 زائد 6 18 إلكترون. اوزعهم ازاي؟ ادي الاس يا مستر، وهنا او رابطه او، وهنا رابطه او. متفضل كام الكترون عندك؟ انت كده خدت من ال 18 4، متفضل كام الكترون؟ بالظبط 14 الكترون. يبقى اذا ال 14 الكترون هتصرف فيهم ازاي؟ اوزع على الذرات الطرفيه الاول لحد ما اوصل عددها الى 8. يبقى اذا هي حواليها 1 2، يبقى على طول وانت مغمض 3 4 5 6 7 8، 3 4 5 6 7 8. طيب اتفضل كده كام بقى سيادتك؟ بص انت وزعت هنا 8 وهنا 8، يبقى كده 16، فاضل من 18 2، حطهم لي على دي يا حبيب قلبي. يا عايز عايز احول الشكل ده للشكل ده، اهو مكان الاس مكان الاي، والاو مكان الاكس 2. هل دي عليها اي ازواج حرة؟ طبعا عليها واحد، يبقى ايه؟ يبقى أول مرة يظهر زوج حر أهو. طب لو أنا لقيت الاختصار بتاعي وصل لـ AX2E، يبقى أنا كده حاجة من اتنين، يا إما زاوي أو مثلث مستوي، يا إما زاوي يا إما مثلث مستوي. إمتى أقول زاوي؟ تقول زاوي لو سيادتك بتتكلم عن الذرات، مثلث مستوي لو بتتكلم عن ترتيب الأزواج. كلام جميل قوي. تعالى قلبي نكمل الجدول بتاعنا. الاس او 2 اختصاره اي اكس 2 اي، شكله زاوي لو انا بتكلم عن الذرات، طيب او مثلث مستوي لو انا بتكلم عن الازواج. تعالى يا حبيب قلبي المثال اللي بعد كده، السي اتش. طبعا السي اتش 4 عملناه قبل كده في الفيديو السابق، مش هنعمله تاني، فسيادتك ممكن ترجع تشوفه في الفيديو السابق. شكله هيبقى سي رابطه اتش رابطه اتش رابطه اتش رابطه اتش. الاختصار بتاعه السي مكان الاي والاتش مكان الاكس 4. هل دي حواليها اي ازواج حره؟ لا. طب لو انا لقيت الاختصار بتاعي ايه اكس 4، يبقى كده الشكل الفراغي بتاع سيادتك سواء ذرات او ازواج بيكون رباعي الاوجه. يبقى انا هنا كده يا مستر السي اتش 4 الاختصار بتاعها اي اكس 4، وبيكون رباعي الاوجه، وبيكون رباعي الاوجه سواء سيادتك يا مستر هتتكلم عن الذرات او الازواج. طب ال ان اتش 3 برضه يا حبيب قلبي عملناه في الفيديو السابق، عباره عن ان رابطه اتش رابطه اتش رابطه اتش، وهنا زوج من الالكترونات الحر. عايز احول الشكل ده للاختصار ده، الان مكان الاي اهي، والاكس مكان الاتش، يبقى اذا اكس 3 عليها زوج من الالكترونات، يبقى ايه؟ طب لو انا لقيت المركب وصل للاختصار ده يا مستر، يبقى اذا الشكل بتاعه ايه؟ حاجه من اتنين، يا اما انا بتكلم عن الذرات، يبقى اذا هرم ثلاثي القاعده، او بتكلم عن الازواج، وفي الحاله دي بقول رباعي الاوجه. يبقى لو انا اديتك اي مثال ووصل للاختصار ده، يبقى دي الاشكال الفراغيه بتاعته. تعال اما نكمل جدولنا يا حبيب قلبي. يبقى اذا ال ان اتش 3 اختصارها اي اكس 3 اي، الشكل الفراغي بتاعها يا اما مستر يكون بالنسبه للذرات هرم ثلاثي القاعده او رباعي الاوجه لو انا حابب ارتب مين؟ الازواج. تعال لاخر مثال عندنا الميه، وبرضو احنا وزعنا التوزيع النقطي بتاعه
في الفيديو السابق، ممكن ترجع تشوفه. عند سيادتك هنا الاو رابطه باتش رابطه باتش، وهنا زوجين حر. عايز احول الشكل ده للاختصار ده، يبقى اذا الاو مكان الاي والاتش مكان الاكس، يبقى اكس 2، وعندي زوجين حر يبقى اي 2. طب لو انا لقيته كده يا مستر، يبقى اذا هو زاوي او يكون يا مستر رباعي الاوجه. طب زاوي امتى؟ لو انا بتكلم عن الذرات. ورباعي الاوجه امتى؟ لو انا بتكلم عن الازواج. جميل قوي، تعال نكمل اخر حاجه موجوده معانا في الجدول. يبقى اذا الميه الاختصار بتاعها اي اكس 2 اي 2. اشكالها لو انا هتكلم عن الذرات يبقى زاوي، ولو انا هتكلم عن الازواج يبقى رباعي الاوجه. طبعا يا حبيب قلبي في اختصارات كتيره غير دي، بس ده اللي موجود عندك في المنهج بتاعك. طيب اخر ملحوظه عندنا بقى ان شاء الله باذن الله، اخر ملحوظه يا حبيب قلبي كانت عن يا مستر، انا عايز اقارن ما بين السي اتش 4 وما بين الان اتش 3 وما بين الاتش 2 او. من حيث ايه؟ من حيث الاختصار. مثلا الاختصار زي ما سيادتك شايف، دي اي اكس 4 ودي اي اكس 3 اي ودي اي اكس 2 اي 2. انا ملاحظ ان لو انا جيت اشوف ترتيب الازواج هلاقيهم الثلاثه رباعي الاوجه، بس هيختلف في ترتيب الذرات. طيب قيمه الزاويه هنا كام؟ قيمه الزاويه تقريبا 109. الزاويه ما بين الاوربيتالات وبعضها او ما بين الروابط وبعضها بتكون 109، وهنا بتكون 107، وهنا بتكون 105. سيادتك المفترض ان انت تكون طلعت بملحوظه من المثال ده او من النقطه دي. الملحوظه سيادتك اتمنى لو سيادتك عرفتها تقدر تقول لي عليها في الكومنتات. كان معكم مستر عمرو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.